مساكم الله بخير يا شباب. اليوم جايب لكم نكهة ليمون تويست وايلد واتر ميلون ليمونيد متوحش الجح والليمون 60 ملي 3 نكتين. نجرب النكهة. النكهة جيدة لحق الصيف الحار، ومزيج الجح مع الليمون متناسق، بس نكهة الجح غالبة على الليمون شوي. وتقييمي حق النكهة 7/10، وبالنهاية الناس أذواق ودلع نفسك مع البيت.